معايا سيادة النائب طارق الخولي عشان يشرح لنا ايه ابعاد هذه القضية وايه اللي ممكن يعني ينتج عنها وانعكاساتها وتداعياتها علينا هنا في مصر. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء النور استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. أنا بحضرتك. طيب قبل ما ندخل ليه احنا قدمنا طلب الإحاطة، نتكلم عن هذا الخزان النفطي او هذه الناقلة النفطية صافر. نعم، الناقلة النفطية صافر او الخزان النفطي كما تفضلت حضرتك هي بالفعل منذ سنوات بتقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، والحقيقة منذ وقوعها تحت السيطرة بالتحديد منذ عام 2015 هي لم تتعرض لأي صيانة، وبالتالي بدأت الناقلة في التآكل بشكل كبير، بما ينذر بوجود كارثة كبيرة بما يقدر بأنه سيكون أكبر انسكاب نفطي عرفه تاريخ البشرية، لأنه هذه الناقلة بتحوي ما يتجاوز 1.1 مليون برميل من النفط الخام. طبعا بيقدر قيمته المالية ب 40 مليون دولار، ولكن يعني الكارثة التي قد تقع هي كارثة إنسانية بكل المقاييس، حتى أن بعض التقارير والتصورات والتقديرات الدولية ذهبت إلى أنها لا قدر الله ستكون واحدة من أكبر 10 كوارث عرفها تاريخ البشرية، فبالتالي بتصل خطورة هذه الأمر إلى أنها بتمتد إلى ضرر سيصيب كل محيط البحر الأحمر، وبالتالي في تقديرات أيضا أنه سيمتد إلى قناة السويس وإلى حركة الملاحة في قناة السويس، ومن ممكن أن يسبب إعاقة إضافة إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي ستنتج عن هذه الكارثة في حال انفجار أو تسريب هذا الخزان. الحقيقة طيب. أنه نعم. عفوا سيادة النائب، يعني طيب هذا الخزان مملوك لمين؟ لأي دولة أو لأي جهة؟ والنفط اللي فيه يعني مين المالك بتاع النفط ده؟ وليه الحوثيين مش يعني يرفضوا رفضا قاطعا وصول حد من الأمم المتحدة، الفريق الفني للأمم المتحدة إلى هذا الخزان؟ نعم، بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، فعلا الأمم المتحدة على مدار السنوات الماضية سعت إلى وجود يعني فرق فنية تستطيع أن تصل وأن تقوم بالصيانة اللازمة لهذه الناقلة، إلا أن ميليشيات الحوثي بتأبى في وصول هذه الفرق من الأمم المتحدة، وبتستخدم هذه الناقلة كورقة ضغط سياسي على المجتمع الدولي وأيضا على دول المنطقة، وبالتالي ده جزء من المسؤولية الدولية بضرورة وجود تضافر من المجتمع الدولي في القدرة على مجابهة ومواجهة ميليشيات الحوثي في استخدام هذه الناقلة النفطية كورقة ضغط. إضافة لذلك أنه منذ ساعات يعني صدر قرار من مجلس الأمن متعلق بهذه الناقلة، وأنه يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة تسعى إلى إمكانية تفريغ هذه الناقلة النفطية في سفينة أو ناقلة أخرى، ولكن يعني لم توضع يعني جدول زمني محدد للقيام بذلك، في ظل أن عامل الوقت هو عامل قاتل في إمكانية تعرض هذه الناقلة للتسريب في أي لحظة. إضافة لذلك أنه يعني السبب من وراء أني تقدمت بطلب لحظة أنه بيأتي انطلاقا من دور مصر الإقليمي والعربي في القدرة على تضافر الجهود الخارجية المصرية والقدرة على التحرك بشكل مكثف، وإمكانية عقد حتى اجتماع أو قمة للدول المطلة على البحر الأحمر للتعامل مع هذه الأزمة، لأنه يعني من غير متصور أنه حجم الأضرار المتوقعة من وراء انسكاب النفط المتواجد في هذه الناقلة، وبما يشكل كارثة إنسانية حقيقية وضرر بالغ يعني لا يحمد عقباه، فبالتالي هو جزء من ضرورة وجود تحرك وتضافر للجهود الدولية في مواجهة استخدام ميليشيات الحوثي هذه الناقلة كورقة ضغط سياسي، وضرورة وجود تحرك دولي سريع ومباشر للقدرة على التعامل مع هذه الأزمة. بشكرك شكرا جزيلا سيد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.